تواصل شرطة البحرين مسيرة العطاء والولاء بالمضي قدما في أداء الواجبات المنوطة بها، وفي مقدمتها حفظ أمن الوطن وحماية السلامة العامة للمواطنين والمقيمين. ويعد الاحتفال بيوم شرطة البحرين الذي يوافق 14 من ديسمبر من كل عام مناسبة جيدة لاستعراض جوانب هذه المسيرة العامرة بالإنجاز. في يوم شرطة البحرين والذي يوافق 14 من ديسمبر من كل عام تتجدد مسيرة العطاء يظللها عهد بالولاء والانتماء والإخلاص للوطن والتفاني في أداء الواجب مهما كانت التضحيات. وفي هذا الإطار تتواصل الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وتقديم خدمات أمنية تتسم بأعلى درجات الدقة والإنجاز. وفي هذا الإطار تواصلت الجهود الأمنية خلال العام 2018، حيث سجل طيران الشرطة 907,000 ساعة طيران و 924 رحلة، وباشر 344 بلاغا، وذلك ضمن منظومة من التعامل مع العديد من الإدارات الأمنية المعنية. تعتبر قيادة طيران الشرطة من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية اللي تقوم بواجبات أمنية وتقدم خدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ومنها البحث والإنقاذ والإسعاف الجوي والإطفاء الجوي، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية على أراضي المملكة وحدودها البحرية على مدار الساعة. إن شاء الله بعون الله مستمرين في بذل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. في ذات السياق تابعت الإدارة العامة للدفاع المدني أداء واجباتها في مجال حماية السلامة العامة، حيث باشرت نحو 6,000 بلاغ. وتعزيزا للشراكة المجتمعية عقدت الإدارة 160 دورة تدريبية خلال العام 2018. عندما يعني نتحدث عن الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني فهي جهود نفخر بها، وخاصة عندما ترتبط هذه الجهود بخدمة المواطن والمقيم على أرض المملكة. فطبعا هذه الجهود تتمحور إلى 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو الشق العملياتي، المحور الثاني هو التدريبي، أما المحور الثالث فهو الوقائي، أما الأخير فهو الشق التوعوي. الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بإدارة العمليات تعددت هذه البلاغات، على سبيل المثال مكافحة الحرائق، إنقاذ، إدارة حوادث الطرق، الخدمات الخاصة وإلى آخره من هذه الحوادث. أما على سبيل الصعيد التدريبي على سبيل المثال، ولله الحمد قد أشرفت الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بمدرسة التدريب على ما يقارب 160 دورة. أما طبعا على الصعيد الوقائي، الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بإدارة الحماية والسلامة، قد يعني قدمت ما يقارب 4,600 خدمة على مدار هذه السنة. على سبيل المثال طبعا كان من ضمن هذه الخدمات فحص المنشآت، دراسة الخرائط بهدف تقليل المخاطر في المنشآت. تابعت الإدارة العامة للمرور جهودها في مجال تعزيز السلامة المرورية، حيث تراجعت الحوادث والمخالفات المرورية في 2018، وتم إطلاق مشاريع وخدمات مرورية جديدة ساهمت في تطوير الأداء. على صعيد السلامة المرورية انتهجت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية وطنية لخفض معدلات الحوادث المرورية مدة 5 سنوات، ولله الحمد استبقنا الخطة بسنتين وخفضنا الحوادث المرورية بنسبة فاقت 40%، وتحصلنا على جائزة التميز الحكومي لسنة 2017، وذلك من خلال عدة محاور: محور تشريعي توعوي بخلال نقل الوعي لمستخدم الطريق العام، ومحور الأخير اللي هو محور توظيف التكنولوجيا من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة لمراقبة الشوارع، والحمد لله أنتجت ثمارها وانخفضت الحوادث المرورية. وعلى صعيد الخدمات، الإدارة العامة للمرور تتخذ استراتيجيات أتمتت خدمات من خلال عرض خدمات في مختلف المنصات الإلكترونية، فأصبحت هذه الخدمات بتناول الجميع،
وبإمكان أي شخص أن ينجز أي معامل مرورية هو قاعد في بيتهم أو بين أصدقائه، وبالتالي أصبحت هذه الخدمات في تناول الناس، ولم يعني لم تعد هذه الخدمة أن على الطالب الخدمة عناء الانتقال لدار عامل المرور، بل هي موجودة على أي من المنصات الإلكترونية. وسنويا تتجدد مسيرة العطاء لتبقى شرطة البحرين باقية على العهد والوعد، من أجل أن تظل البحرين آمنة وينعم المواطنون والمقيمون بالسلامة والأمان.